زين في كواليس سيتكوم زنقة السعادة معايا أنا غنقول لي عمي الطيب. عمي الطيب كاع المغربيات ولاو كيحلموا بالرجل المغربي اللي بحالك. إوا الله يكمل عليهم بخير والله يجيب لهم كي تيقولوا شي نقلة فين تغبر فين يغبر نحاسهم. قولي لنا اليوم شنو واقع؟ ما وقع والو، عا ناشطين في هاد السيت كوم هادي باش نفوجوا شويه على المغاربة من خلال هاد السيت كوم ديال زنقة السعادة. الله يدخل السعادة على كاع قلوب المغاربة إن شاء الله. تنتمنى تعجبهم، تنوعدهم بان غادي يكونوا طرائف زوينه بزاف في هاد السيت كوم هادي مع نجوم كبار، وانا حصل لي الشرف انني نكون معاهم. هذه التجربه الاولى ديالي في السيت كوم والكوميديا، ما عرف شنو غادي يعطي، المهم المغاربه غادي يحكموا ويقولوا لي. حنا شفنا التجربه ديالك في الدراما، اكيد غادي تكون شي حاجه اللي زايده في السيت كوم ضروري. ايوا نتمنى على الله اللي يحشمنا ان شاء الله يكون كل شيء خير. اخر كلمه تقدر تقول للجمهور بمناسبه هذا الشهر الفضيل؟ الجمهور الحبيب، تنقول لكم رمضان كريم بالصحه والسلامه والعافيه وكل ما كتمنوا يا ربي. اللي بغيت نقول لكم هو تكيسوا، ما تاكلوش بزاف، ما تبدلوش بزاف، ما تشريوش داك الشيء بزايد، لان رحنا في ازمه. ما تنساوش بزاف الحوايج غاليين، بزاف الحوايج ما خصناش نضيعوهم. كلوا داك الشيء اللي قديتوا عليه، ما تشبعوش، غير حيدوا الجوع، والله يتقبل منا ومنكم الصيام ان شاء الله. شكرا لك، بارك الله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا لمشاهدينا، هذا كان عمي الطيب، ولكن تسناو الدور ديالو في زنقة سيت كوم زنقة السعادة. مفاجأة. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.